السلام عليكم، معكم عزيزة المدني مصممة أزياء. مرحبا بكم في لاتولي ديالي. اليوم غادي نعرفكم على الكوليكسيون ديالي الخاصة برمضان اللي اختاريت فيها التنبات والطرز كخدمة اللي خدمت بها جلال بدياولي. الجلابة الأولى هي عبارة عن كريب اللي حاولنا أننا نخدموها بطفيرة رقيقة وعقاد نص طوق، ولكن حاولنا أننا نزينوها بأحجار ديال سواغوفسكي باش تعطيها واحد الجمالية أكثر. وبالنسبة للقطعة الثانية هي عبارة عن جلابة بالكريب كذلك، ولكن حاولنا هي مميزة لأنها تتكون من جوج ديال القطع. القطعة التحتانية ديال القفطان عبارة عن ساتان دو سوا، خدمناها بالراندا بالغوز فوشيا وبالباج باش نحاولوا أننا شوية نهرسوا ديك اللون الفوشيا بالباج. والقطعة الفوقانية اللي هي الجلابة خدمناها بالبرشمان وبالطرز الرباطي بليد وبواحد تنبات خفيف شي شوية باش يعطيها واحد الجمالية أكثر. القطعة الثالثة هي عبارة عن سوسدي غايف في جوج الألوان، في الباج والبلون كاسي والغوز فوشيا. هي خدمناها جوج القطع، حاولنا أن القطعة الفوقانية تستخدم غير بسفيفة خفيفة وعقيدات، بينما القطعة الثانية اللي هي القفطان درنا فيها الخدمة ديال المعلم شارجي شي شوية باش تبين الجلابة ديالنا وتكون هماوية أكثر. بالنسبة للقطعة الرابعة هي عبارة عن جلابة سوسدي سامبل. كيف ما كنعرفوا السوسدي هو توب كيبين، فاختارينا اننا نديرو ليه القفطان في لون اللي شويه فلاش، في الجون فلاش، باش نخرجوا شي شويه داك اللون الكري ما يبقاش فاد. خدمنا القفطان بالملاقيه بينما الجلابه خدمناها بالراندا في اللون الكري والاصفر اللي عندنا ديجا في القفطان باش يجي انغابيل للقفطان مع الجلابه.